صباح الخير يا وجدة وصباح الخير، واش مازال حبيبي بين صورك ولا غاب الطير؟ راني 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 نفكر فيه كتير، قولي له راني 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 وحشته غزال. جدا يا وجدة وما نساه قلبي محال، جدا يا وجدة وفي كل حبيب في كل غزال، جدا يا وجدة وما نساه قلبي محال. شبابي جديد مباشرة من إذاعة وجدة الجهوية مع الشباب. شكل دخول الانترنت إلى عالمنا تحولا جذريا في عقلية المستخدم الأبرز لهذه التقنية، والمستخدم الأبرز لهذه التقنية هم فئة الشباب. هذا الحاسوب الذي غدا صديقنا أو غدا صديقا للبعض وأستاذا ومرشدا للبعض الآخر، فبدأ أن كان الشباب يملؤون وقتهم بمطالعة الكتب والجلوس في المقاهي بين قوسين التسكع في الطرقات، أصبحوا الآن يجلسون ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب في منازلهم أو في مقاهي الإنترنت دون ملل أو كلل أو ضوابط. فظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من العناوين الإلكترونية والمواقع الإلكترونية اللي هي للجرائد المحلية، وأيضاً بعض المدونات أو المدونات التي يديرها مجموعة من الشباب أو ضمن طاقمها شباب. موضوع هذا العدد من مع الشباب هو الشباب والعمل الإلكتروني. فهل أصبح الشاب يحقق ذاته وراء هذا الحاسوب وفجر طاقته؟ هل فتحت المدونات أبواب الجرائد أو أبواب الحرية التي يحلم بها الشاب؟ هل أصبح الشاب يخاطب الآخر عن طريق هذه التقنية؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نحاول الإجابة عنها بحضور شباب يمثلون مدينة العيون سيدي ملوك. ويسرني أن أستضيف كل من السيد محمد العبدلاوي عن موقع إلكتروني العيون.com، خالد الدلفوفي العيون city.ma، وميلودي صادق لديه مدونة حول آر ديزاين وأيضا متعاون مع العيون .com. إذن موضوع هذا العدد هو كيف أصبح الشاب يحقق ذاته عن طريق المواقع الإلكترونية بين قوسين اللي هي إخبارية وتتميز بالخبر المحلي. إذا مرحبا بكم ضيوفي الكرام، يخرج حلقة اليوم مشكورا عبد الحميد الحسيني، وفي استقبال أو في تنسيق داخل الأستوديو الأخت فاطمة الصيفات الموسيقي عبد الحميد الحسيني، ونعود بعد ذلك. الزملاء المتواجدين معنا سي عبد اللهوي عند عيون.com وسيد أزهراي ديزاين الميلودي صادق، وكاين مواقع أخرى نتاع سي زكريا العيون 24.com، كاين العيون انفو. فأنا منذ سنة 2003 كنت أطلع على المواقع الاحترافية وتمنيت أن يكون لدي موقع، وبدأت ألج إلى المنتديات التي تهتم بإنشاء المواقع ويرجع لهم الفضل في اكتساب معلومات عن خبايا تكوين موقع، ما دفعني إلى إنشاء موقع العيون سيتي في سنة 2005. حاولت جاهدا أن أكون شراكة مع بعض الإخوان، فاحتراما لهم لا يحتاج إلى ذكر أسمائهم، ولكن
بعد تغلبنا على بعض العراقيل وتوصلت يعني بمشروع احنا وسي عبد الله ويعني العيون بوان كوم وسي زكريا ان العيون 24 بانشاء فرع للصحافه الالكترونيه بالعيون الشرقيه، واتمنى ان يجد هذا الفرع موضع قدميه في القريب العاجل. نتمنى ذلك سي خالد الدفوفين. مع الشباب لهذا العدد، وكنضحكتوا على الشباب والعمل الالكتروني والنموذج من شباب مدينه العيون سيدي ملوك. دائما يحضر معي السي محمد عبد اللهوي، خالد الدفوفي وميلودي صادق. سي خالد، هل حققت ذاتك يعني من خلال المواقع الالكترونيه؟ فالحمد لله يعني لقيت واحد التجول كبير، ولقيت يعني نفسي يعني في الانترنت، يعني كانوا عندي مواضيع ما نقدرش فين نعبر عنها يعني الحوايج ديالي، لقيت يعني الموقع الالكتروني العيون سيتي واحد فيه فين كنلقى راحتي، فيه فين كنعبر، وحتى الشباب ديالنا الحمد لله يعني ولاو كيتجاوبوا معايا، ولقيت تشجيعات يعني من الجاليه والناس فين ما مشيت يعني برافو سي خالد، هادشي مزيان اللي كدير، يعني استمر، هادشي اللي كيزيد يحفزني باش نزيد يعني نعطي مدينتي الشيء الكثير، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. ان شاء الله راضي على خدمتك. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، كل التوفيق سي خالد. شكرا. بالنسبه لي بهذه الطريقه التفاؤل يعني في المستقبل، التفاؤل في الغد، وغادي نلقاو واحد الوسيله اللي هي وسيله يعني عندها سلبياتها وايجابياتها، لكن السي خالد ولا السي ملودي يعني يشتغلوا بايجابيات اكثر باش انهم يقدموا واحد الخدمه اولا لنفسهم، ثانيا لساكنه سيدي ملوك بصفه خاصه للشباب سيدي ملوك. كيفاش كتشوف انت يعني كرجل ذو خبره، رجل في الحياه؟ الحمد لله، يعني انا كان الشباب بحال هكذا نشجعوا على انه بعدا يعمر الوقت ديالو بهذا الانترنت المفيد، يعني ماشي الانترنت ويمشي لحوايج اخرى ربما بعيده عن هذاك، ما ضروا اكثر ما تنفعوا. بالفعل كاين حوايج اللي يعني درك اي حاجه تقلب عليها ولا راها تلقاها، ولكن الواحد يشوف اللي تنفعوا، ربما بحال على سبيل المثال الاخ ميلودي مجهز عمر الوقت ديالو في الدار، وبدا الاخر ودار تكون نفسه بنفسه في هذا الاطار، يعني بدون معهده وبدون دراسه اوتو فورماسيون. اوتو فورماسيون الحمد لله كاين في الانترنت لي فيديو، تنشارجي بنادم لي فيديو نتاع اي برنامج تبغي تعلمه، او لا اي كدير تركب موقع، او لا مثلا دروس تاع الفوتوشوب، او لا دروس اي ميدان. خص كل اراده فقط، خص كل اراده، والواحد يعرف انه المفيد ما يمشيش لديك انا غير ندير الانترنت، ربما داك الشيء ديال حوايج اخرى ربما هكذا غير تسليه، ولا او مش كيمشيو الرذيله اكثر من الفضيله، ولا مثلا داك الشيء ديال كما نقولوا حنا الشاط، ولا الاخر حوايج اخرى هذيك، يعني داك الشيء ديال التعارف، ولا ولكن اللي نركز عليها ان الشباب يحاول يعمر الوقت ديالو اغلب ديال الوقت ديالو بهذه المواضيع المفيده، سواء كان طالب او كان معطل او كان موظف او كان عامل، او لا يحاول يستغل الانترنت في الحوايج اللي كتفيدو هو. مثلا انا بحكمي هذاك تقني في هالشي ديال مثلا لوتوكاد، كندخل المواضيع تاع لوتوكاد وكنستغل الحوايج اللي ما كنكون نفسي بديك المسائل، كاين يعني اللي قلبت عليها كانت البيبليوتيك نتاع الانترنت موجوده في هذا اي موضوع. الا درت لوتوكاد لي فيديو غادي يخرج لك واحد العدد ديال لي فيديو، الواحد كيتيليشارجيهم او لا مباشره وكيستعمل منها وكيدخل للتطبيق، الا ما حفظ داك التطبيق كيولي عاود داك التطبيق وقيس على ذلك، يعني كيدير الانترنت كيدير الحوايج. نعم، خص فقط ان الانسان يكون عنده اراده، يعني اراده قويه، وخص الانسان يمشي يبحث في الايجابي ديال الشيء ويمشي في السلبي ديالو. وانا يعني بالايجابيه ممكن الانسان يعني ياخذ مجموعه ديال الامور، كل واحد تحصل معرفي تقني مجموعه ديال الامور. السي خالد الدرفوفي، بالنسبه كشاب شنو تقول للشباب خاصه منهم اللي كيلج لعالم الانترنت لكن يلج بسلبياته، والشباب الفئه الاخرى اللي عندها واحد الحاجز ما بينها وما بين جهاز الكمبيوتر؟ انا يعني كنصيحه للشباب كنقول لهم يعني يتجهوا للمواقع اللي تفيدهم، لان غادي تعطيهم اكثر، يعني ربما ياخذ فكره او يعني تفيدو احسن ما يمشي يعني الموقع اللي غادي يضر اكثر. وهنا كيولي يعني بحال الشاب
صغير كيعطيه الاب ديالو 5 دراهم ولا 10 دراهم كيمشي كيقول له ولدي كيقول له ولدي راه مشى يعني مقاهي الانترنت كيقول له يعني ولدي راه مشى يقرا يعني هنا كيولي دور نتاع الاسره يعني باش تعطي الطفل يعني 5 ولا 10 دراهم يمشي الانترنت وكما كتعرفوا الانترنت ما عندوش رقابه يعني كيمشي ويدخل لواحد المواقع اللي هي يعني ما غاديش تفيدو. وهنا يعني كنشوف يعني التدور يعني اصحاب لي سيبر يعني كيشوفوا تما كيشوفوا يعني الربح المادي اكثر يعني ما كاينش يعني بحال كاين برامج اللي كتجير كاين يعني برامج اللي كتحجب هذه المواقع ولكن هو ما يقدرش يديرها لانه هو كيهمو الربح المادي اكثر. نعم. اذا نصيحه السي خالد الفوفي هو ان يجب على الشباب يعني الذي اراد ان يلج لعالم الانترنت ان يلج بايجابيته ويبتعد عن المواقع السلبيه. سي ميلودي الصادق يعني حتى انت تقريبا واش ممكن تقول للشباب اللي كيسمعنا اللحظه شباب يعني الهاوي او المحب لهذا العالم؟ وانا كنصح بصفه الشباب كنصح الشباب وجميع مستخدمي الانترنت باش يتوجهوا للجانب الايجابي في الانترنت ويتصفحوا المواقع المفيده. والانترنت كان كمصدر اكتساب معلومات وكمصدر للرزق يقدر يكون. وكننصح الجميع باش يتجه للتدوين لان التدوين كيتضرب بحال واحد التوثيق. كنت واحد المقولة انت كلمني كي اراك اليوم نقدروا نقولها يعني دون كي اراك يعني اذا دونت ولا كتوصل الشخصية ديالك والافكار ديالك الناس وكيناقشوا معاك حسن ما تبقى يعني مقوقع على الذات ديالك. نعم. وشكرا. شكرا لك سي ميلودي صادق سي خليد هادي الفوفي سي محمد العبد اللهوي جونا من مدينة عيون. شكرا لكم وايضا تحياتنا الخاصة لكل ساكنة مدينة عيون سليم بلوك كل التوفيق ان شاء الله. ونتمنى أن نلتقي لكم في مناسبات مقبلة ونكون هناك تفاعل أكثر مع المواقع الإلكترونية ديالكم. شكر خاص لحميد الحسيني الذي خرج حلقة اليوم. محمد الدوي يحييكم. بقية أوقات ممتعة نرجوها لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة وجدة الجهوية وإلى غاية الثانية زوالا في أمان الله. شكرا.